السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايب بالفيديو الجديد. هذا الفيديو عبارة عن جزء تاني عن الفيديو السابق اللي هو المسابقات العائلية. بالمرة اللي فاتت شريف بوتش هو اللي فاز علينا، هو ومحمود، لكن هل الجزء هذا أو المرة هاي حيفوز علينا شريف؟ خلونا نشوف مع بعض. المرحلة الأولى حبايبي هي مرحلة الكاسات، رح نعمل هرم بالكاسات لكن بطريقة غريبة. خلونا نشوف مع بعض هذا المسابقة. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد اثنين ثلاثة. شريف عنا شريف ومحمد طلال هم اللي عملوا الهرم. للاسف احنا لسه انا عشان شغل نعم حرير يعني ما بترضاش تنزل الكاس تنزحلي. اذا في المرحله هاي اللي فاز عنا شريف بوتش وحموده طلال. المرحله الثانيه حبايبي هي مرحله الكاسات، زي ما احنا شايفين على الطاوله في عنا خطوط، هذا السايد سايد محمد وهذا سايد شريف بوتش. خلونا نشوف اللعبه عشان نفهمها. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا بلشوا. واحد اثنين ثلاثة. هيا يلا حركها. ممتاز، قرب يوصل لك يا محمد بسرعه. شريف حمود اوه حمود برنس اوبا والله قرب يوصل لك محمد. شريف بوتش شريف بوتش اوبا محمد دير بالك يا محمد. والله وقفت والله وقفت. لا ملناش دخل كمل. يلا محمد شد حيلك قرب نقطة ويوصل لك بسرعة يا محمد. خلص شريف اللي فاز. إذا في هذه المرحلة اللي فايز معانا هو شريف. المرحلة اللي بعدها حبايبي هي مرحلة برضو الكاسات، راح يسكروا على بعض يعملوا إشارة إكس من خلال قلب الكاسة. خلونا نشوف هاي المرحلة علشان تفهموها. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا ممتاز يا محمد. يلا فوزنا يا محمد. ممتاز يا شريف. أوبا يا محمد سكر عليه. أيوة سكر عليك. اللي بعدها لا مش اللي بتعرف فيها يا محمد. يلا ماشي مشكلة. إيه سكر. فاز. فاز. المرحلة هذه برضو اللي فاز فيها شريف بوتش. تمام. المرحلة الأخيرة حبايبي هي مرحلة القدم واليد الموجودة على الأرض زي ما انتم شايفينها. بدنا نشوف الفريق عبارة عن ثلاثة، بدنا نشوف مين اللي ممكن يعملها كاملة. جاهزين؟ جاهزين. تمام. يلا مين بدي بلش في الأول؟ يلا نشوف في جروب. أول شيء محمد، بدنا ناخذ واحد من جروبك. تمام بدنا ناخذ واحد من جروب محمد واحد من جروب شريف. تمام يلا يا محمد بلش انت بالاول. تمام صح. ممتاز ممتاز. يلا نشوف هلا شريف. يلا شريف من الجروب الثاني. من الجروب الثاني. يلا ممتاز. ايوه ممتاز. يلا نشوف قصاي اصغر واحد عندنا. يلا ممتاز يا قصاي. صح كمل كمل. لا غلط غلط غلط. يلا نشوف هلا مصطفى. يلا مصطفى مصطفى. لا مواجه لعينه مصطفى. مصطفى يلا الصغار قبل بعض. ايوه ممتاز. يلا ممتاز صح ممتاز. رجل واحده. ايوه ايوه ممتاز. ايوه مصطفى. ايوه ايوه رجلين. يلا هلا الكبار. يلا يا محمد. يلا واحد صح. ايوه ممتاز. والله ما توقعت زي كذا والنبي ما توقعت. ممتازه. معقول سهل انا مسهليته ماني صعبتها. يلا يلا مصطفى. والله ما مصطفى. وين غلط؟ وين ايدك يا مصطفى؟ لا حرام نسى عيدها من اول. عيد 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 عيد
حلا يلا يلا اخر بسرعه اخر شيء يلا يلا اخر شيء لك انا اخر واحد بسرعه بسرعه يلا هلا هلا المره الثانيه بدنا فيها سرعه يلا يا محمد اول واحد محمد طلال لعب بس بسرعه يلا احنا كل فتره بدنا نقعد نسرحها تمام يلا اللي بعدها لا هذه بسرعه ممتازه يلا شريف الحين هذا بعد اسرع اوه ممتاز ممتازه بسرعة بسرعة ممتاز يا خصاي ممتاز والله حلو يلا مصطفى بس شاطر كلكم لا والله شطور ايوه ممتاز ايوه ممتاز يلا ممتاز بسرعة يلا يا محمود يلا محمد بعد بسرعة يا محمد صح ومحمد مصطفى بيلعب لعبه ثانيه على فكره مش هذه بس يلا صح كمل صح يلا ممتازه هلا محمد لعبه اسرع بكثير يلا اسرع حركه اسرع بكثير يلا هلا بدي عيد واحد اثنين ثلاثه تكون مخلص للاخر تمام يلا جاهز جاهز يلا يلا اول ما تنطم بدي عيد يلا واحد اثنين ثلاثة ما وصلت نشوف يلا شريف شريف يلا واحد اثنين ثلاثة لا والله شعر هذولنا طب ماشي عيدها تاني طب ماشي يلا والله محمود يلا بس يلا واحد اثنين ثلاثة للآخر يلا لا والله حطيها والله ما حط طب يلا عيدها تاني يلا يلا مين ضايل مصطفى محمود صحيح ها يلا 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 اول ما تنط بدعيت واحد اثنين ثلاثة الاخر انتي بتخسر لا لا طب يلا عشان قصي انا بطلت بطلت واحد يلا قصي طب يلا انا سيء طب يلا خلي قصي الاول يلا قصي واحد اثنين ثلاثة ممتاز يلا شريف واحد اثنين وين ها شايف طب يلا يلا محمود واحد اثنين دعيت العشرة انت يا محمود يلا واحد اثنين ثلاثة صح على اخرها حبايبي تكونوا وصلتوا بهذا الفيديو بنشوفكم المرة الجاي